عناوين سنابل نيوز. شو يعني الشعنين وكيف ننمى روحيان؟ أعيادنا المسيحية عيد شعنيني، هيدا العيد هو عيد دخول يسوع على أورشليم. جودي وشهادة خاصة مع الرب. كنا متعودين نروح الكنيسة عشان بابا لما بينزل الكنيسة كنا بنروح معي. مساعدة الأطفال اللاجئين. من العراق أكثر القصص يلي بيحبها الأطفال من الكتاب المقدس. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج سنابل نيوز. أنا غدير. مثل ما تعودنا برنامج سنابل نيوز وبرنامج الأخبار يلي بعرفكم عن الأخبار الأطفال بيطلعكم على أمور عملية بتفيدكم بحياتكم اليومية. أكيد رح منجاوب على أسئلتكم يلي أرسلتوها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. عيد الشعانين منو عيد لنلبس فيه تياب جديد، إنما منذكر فيه دخول يسوع لمدينة أورشليم قبل صلبه وقيامته. كيف منعيد هيدا العيد؟ كيف نعلن يسوع ملك بشوارعنا وبحياتنا؟ تقرير بيلقى الضوء. هاي معكم كارول من سنابل نيوز. شو معنى عيد الشعانين؟ خلونا نشوف المعنى مع الأسيس جورج مراد. من أحلى أعيادنا المسيحية عيد شعانيني، هيدا العيد هو عيد دخول يسوع على أورشليم. هيدا العيد بيبلش بأول أسبوع الآلام، بس يسوع دخل على أورشليم كملك منتصر. طبعاً نحن بنفرح فيه وبنسميه عيد الأولاد، لأنه كل أولاد بيبقوا جايين بأحلى زينة وبأحلى حلة، لابسين تيابهم الجداد، حاملين الشمعات وحاملين أغصان الزيتون. كلياتنا بنعرف إنه الزيتون هو علامة السلام وعلامة المحبة، مثل ما إنه منزين الكنيسة بالنخل علامة النصر. فيسوع دخل على أورشليم راكب حمار، دليل على التواضع، لأنه المسيح قلب مفاهيم الدنيا كلها. يسوع إجا لعنا وانتصر على العالم بالمحبة مش بالسيف. يسوع إجا وتم من نبوة زكريا يلي بتقول: بتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور، وديع وراكم على حمار وعلى جحش ابن أتان. فات يسوع ولحقته الجموع كلياتها، كبار وصغار، وكانوا عم بيقولوا له: هو شعنا، وصلنا، خلصنا، مبارك الآتي باسم الرب. إجا يسوع من السماء لحتى يخلصنا كلياتنا. أحلى هدية بنهديها ليسوع هي أولادنا يلي هن المستقبل، مشان هيك منقدمهم بالكنيسة ومنبرم نحن وياهم. يا ريت كلياتنا نتذكر انه الشعانينه مش بس هي تياب ولا شمعات، هي تقديم نفوسنا لله، لانه الشمعه منشوف هي بتضوي وبتحترق لحتى تفرجينا النور وطريقنا. يا ريت نحن منحرق حياتنا لحتى غيرنا يشوف يسوع مخلصنا. تيابنا جداد، لكن مش مهمين التياب الكتير، لأنه الأهم من التياب هو داخليتنا. اليوم في مسؤولية علينا كأهل أنه نربي أولادنا تربية صالحة بهالجيل الجديد وبهالوسائل يلي عم نشوفها، يلي ممكن تكون إيجابية كتير لكن ممكن تكون سلبية كتير. أنا ندائي للأهل أنه كلياتنا نشتغل مع بعضنا البعض لحتى نعمل مجتمع مسيحي غير شكل، مجتمع يلي الله بده اياه، مجتمع يلي يكون عم بيمجد الله. والشعنيني بدنا كلياتنا نتذكر كانت حلوه كتير، لكن وراها اجا الالم، اجا الصلب، لكن بعد الصلب كان في القيامه، والقيامه هي نصر لنا كلنا سوا. كل عيد وانتم بخير، وينعاد عليكم وكل شعنيني وانتم بخير.
وصلنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب. شعنين مباركة على الجميع. كانت معكم كارول من أسنابل نيوز. الناس بتعرف إنه نحن أتباع للمسيح لما بيشوفوا أعمالنا الصالحة ومحبتنا حتى للناس اللي بيكرهونا. جودي من جمهورية مصر العربية عندها شهادة عن اختبار خاص مع الرب. تفاصيل بهيدا التقرير. أنا اسمي جودي، عندي 8 سنين ونص، وبابا قسيس، ماما خادمة. عشان بابا قسيس كنا متعودين نروح الكنيسة، عشان بابا لما بينزل الكنيسة كنا بنروح معاه. بس أنا من جوايا مكنتش مبسوطة ولا مستمتعة بالاجتماعاتي، كنت علشان هما بيصلوا بصلي، كنت علشان هما بيحضروا بحضر. اتفرجت على فيلم يسوع، أول مرة ما كنتش فاهمة حاجة، آخر مرة فهمته ورحت سألت ماما هو ليه الرب يسوع مات بدلنا، فراحت قالت لي علشان يفدينا وياخد كل خطايانا. وهو اتجرح علشان خطايانا. كنت هنا زي الخرفان التايهة. فرحت دخلت الأوضة وفكرت في الكلام تاني وصليت، وبعد كده رحت لقيت كلمات ولحن جاية في دماغي، فرحت كتباها ومواديها لماما. كنت عايزة أعبر إنه ربنا هو اللي فدانا على الصليب وإدانا أعظم سلطان. كان في كذا حد مات يعني، وبعد كده انا رحت سالت ماما هو الناس لما تموت ايه اللي هيحصل، العالم هينتهي ولا ايه اللي هيحصل يعني. فراحت ماما قالت لي ربنا هيجي وياخد كنيسته على السحاب والاشرار هيروح النار. رحت نمت، وقبل ما انام بشويه فكرت في الكلام اللي ماما قالته لي، وبعد كده صحيت الصبح لقيت نفسي بكتب ترنيمة وبلحنها، وبعد كده وديتها لماما. الأطفال السوريين عم بيمرقوا بظروف صعبة، وخصوصا الأطفال اللي عايشين برات بلدهم، لكن نشكر الرب على كتير أشخاص وجمعيات يلي عم تهتم بهيدي الأطفال. تقرير بيلقى الضو. هاي، معكم كارول من أسنابل نيوز.
اليوم نحن موجودين بشمال حتى نتعرف على أطفال رغم الحرب ببلادهم ضل عندهم رغبة التعلم. عنا هون بلبنان منذ 3 سنة بحكي عربي شوي. أنا آسف إذا العربي منو مني على طول، لازم أنا بروح للمدرسة كمان. ونحن بالشغل هون متتاوين من كل العالم، من ألمانيا، من فرنسا، من أمريكا، من روسيا، من كل العالم بالشغل هون لمستقبل أولاد. مين الأولاد؟ هون بالشمال لبنان في كتير مخيمات ناسحين سوريين، في كتير كمان أولاد لبنانيين. نحن أصدقاء من كل العالم بشغل هون للمستقبل أولاد لبنانيين، للمستقبل أولاد سوريين. ب ب ب ب ب ليش؟ اليوم بالسورية في الحرب، هيدا صعب كتير. في كتير أولاد هلا بدون بيت، بدون مستقبل، بدون مدرسة. هن هيدا الأولاد نحن بالشغل بالمخيمات هون بالشمال لبنان. ليش هون بالشمال لبنان ما فيها الحمد لله، ولكن صعب كتير. هون كمان ما في مدرسة. نحن منذ 3 سنة بشغل لي الأولاد سوريين أن في مدرسة، بشغل كمان لي الأولاد لبنانيين، لمسيحيين، لمسلمين، كل العالم بدون شغل للمستقبل أولاد، بدون نحن بدنا بشغل للسلام. اسمي أسابيع بدرس وبتعلم بس نخلص بالشام. اسمي لينكن غنى من سوريا، وأنا بجيت لأتعلم وبس خلص درس برسم. لارا كنان غنى وأنا بجيت أتعلم وأدرس. أنا بعد من سوريا بجي بتعلم لهون أدرس وبتعلم. اسمي ماجورين، أنا من فرنسا وأنا أسكن وعمل مع السوريون لمساعدة الأطفال من سوريا. مهما قست الظروف علينا لازم يضل عنا الإرادة القوية وحب المعرفة، لأنه العلم نور. كانت معكم كارول من أسنا بالنيوز. رغم الاضطهاد والتهجير ما زالت الكنيسة بالعراق حية ومتمسكة بالرب. شو هن أكثر القصص يلي بحبها الأطفال من الكتاب المقدس؟ تقرير بيلقي الضوء. طبعاً أكو هواية قصص بالكتاب المقدس، ومو كل القصص سهلة حتى يتعلمها الأطفال، فخلينا نشوف اليوم شنو أكثر قصص اللي يحبها الأطفال وشنو الطرق اللي يستخدموها المعلمين بتعليمها لهم، فخلوكم ويانا. قصص هواية الأطفال يحبوها وكلش كلش متعلقين بيها، وأكو قصص يعني يمكن ما يفهموها الأطفال، لكن أكو طرق بالأحادية نستخدمها إحنا ككادر أحادية نستخدمها إلهم على مود نوصلها، مثل الإسكيجات بالأخص الحركات. الطفل كلش يتأثر بالحركات، فأكو حركات مثلاً البيت اللي مبني على الصخر وعلى الرمل، اوكي هذا البيت كلش متاثرين بيه لكن ما كانوا يفهمون شلون راح يكون. فسوينا سكتش كلش بسيط وسوينا انه شلون هذا البيت، سوينا بيتين وشلون جبنا هذا باور مال الهواء، اوكي، وسوينا وشافوا البيت اللي على الرمل شلون ينهار، والبيت اللي على الصخر طبعا مسوين اساسه كلش قوي، فالبيت اللي على الصخر ما ينهار، فلحد الان باقيه ببالهم. Thank you.
شنو أكثر قصة تحبيها بالكتاب المقدس وليش؟ آدم وحواء، لأن يسوع قال آدم وحواء لا تأكلوا من هاي الشجرة. حواء أكلت منها الشجرة فصاحت آدم قال لها تعالي أكلي من هاي الشجرة، فهو أكل من هاي الشجرة. قصة شمشون، لأنه هو لما كان عنده قوة كانت القوة في شعره، فلما جو الأعداء قصوا شعره فهو صار ضعيف وطلب من الله وصلى أنه يطول شعره ويكون أقوى وأقوى، والرب استجاب صلواته ورجع القوة أضعاف وأضعاف، صار أقوى من قبل. ومثل ما شفتوا أصدقائي، هواية قصص راح تبقى ببال الأطفال وراح يتعلمون منها إذا استخدمنا الطرق المناسبة بتعليمهم. نرجع لكم بالاستوديو غادي وجينيفر، مع السلامة. ما بننسى تعريضكم مصورة يلي أرسلتوها لإلنا يلي صورتوها بكاميراتكم المنزلية أو عبر الهاتف. صوروا أي موهبة عندكم إياها وارسلوها بالإيميل أو عبر اليوتيوب، نحن متكفل بعرضها ببرنامجنا. أما التقرير اللي وصل لإلنا اليوم هو من ربيع. أنا اسمي ربيع رامي، عمري 13 سنة، بالصف الكاتريام، بحب الفوتبول والجدار، ودي أكون خدني معك. شوفوني على سنابل نيوز، باي. هيك مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا لليوم، انا بودعكم على امل شوفكم بحلقة جديدة، باي.